شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمون. نشكر السيد الوزير على هذا الجواب الأساسي اللي حقيقة خطط اليوم بلادنا خطوات أساسية في التطوير ديال هذا المجال وفي الدفاع عن البيئة والمحافظة عليها بتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ديال البلاد. حقيقة الإشكاليات الحقيقية اللي مطروحة اليوم من بعد الاستثمار في هذه المنشآت الأساسية هو المعالجة ديال الإشكاليات ديال التدبير ديالها، إشكاليات حقيقية اللي فيها الاختيارات ديال الوسائل المادية ديال المعالجة اللي تتأدي لواحد الكلفة اللي بعض الأحيان تتكون مرتفعة من خلال الاستغلال ديال الوسائل ديال الطاقة في المعالجة ديال هذه النفايات، واللي تترفع التكلفة وبالتالي تتأثر سلبا على الأداء ديال المواطن والثمن اللي تأديه المواطنين في الفاتورة ديال الماء. نقطة ثانية مهمة في القضية ديال التطهير وديال الاستفادة من هذه المحطات ديال المعالجة هو الإشكاليات اللي تتعوقها من حيث الإعداد المسبق لهذه المعالجة، بحيث أنه مثلا ملي تجي نفايات صناعية وما تنقدوش نقطعوها في المجال ديالها قبل ما توصل لمحطة المعالجة، لأن هي كما تعلمون معمل بيولوجي، تيوقع إشكاليات حقيقية في التطبيق ديالها بحال اللي وقع مثلا في عين تاوجطات. ما يتعلق بالأوحال ذكرتيها وهي نقطة أساسية، بحيث أن الأوحال المرتبطة بهذه المجالات الذي أرجوه هو أنه يكون واحد البحث علمي وطني اللي غادي يستطع باش يحلنا هذه الإشكاليات في المستقبل. وتيظهر لي بأنه الإمكانيات كاينة، تيخص غير شوية ديال التفاعل في إطار الاندماج اللي تيحت عليه الدستور مع البحث العلمي ومع مختلف المؤسسات باش نزيدوا للقدام بهذا المجال. القضية ديال إعادة استعمال المياه هي إشكالية حقيقية أيضا، بحيث أنه حتى الاستعمالات ديالها في الزراعة مازال عندها إشكاليات حقيقية، نرجو أن نستعين جميعا أو نتعاون جميعا على حلها. وشكرا السيد الرئيس.